اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في الفيديو ديال اليوم. الوصفه اللي غنشارك معكم اليوم هي واحد العشيشات ديال البطاطا وبواحد الحشوه اقتصاديه وبنينه ودغيا كتوجد في رمشه العين. يلا نمشيو باش غادي نحضروها اونصومبل. اول شيء البنات غنبداو به هو غادي نشد واحد 500 غرام ديال البطاطا، نقيتها وقطعتها ودرتها هنا كتغلى مع شويه ديال الملحه، وغادي نشد مقله اخرى وغادي ندير فيها الزيت البلديه واحد القياس ديال جوج معالق كبار، وغادي نزيد عليها واحد البصله متوسطه هكا شلطتها، غادي نديرها تشحر، ومنين غادي تشحر ليا شويه غادي نزيد عليها واحد الفلفله خضراء ولا حمراء ولا ليمونيه اللي عندكم، فهي واحد الفلفلات ملونين مقطعين حتى طريفات صغار. ما تغفلوش على البصله، انا بغيتها غير تشحر شويه. الفلفل والبصله هاي تشحرات مزيان. دابا غادي نشد هنا واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج، شديتو طحنتو ورديتو كفته. غادي القياس اللي بغيتو البنات، من هاد الحشوه هذه كلها ما فيهاش قياسات محدده، ديري شحال ما بغيتي. انا هنايا خديت صدر واحد وطحنتو باللي غنزيد حتى هذا، وغادي نخليه يتشحر مزيان. الا لاحظتوا البنات انا راه باقي ما درتش العطريه، دابا عاد غادي نديرها هنايا من زيت الدجاج، غادي ندير شويه ديال الابزار مليحه، عندي هنا شويه ديال الثومه بودر، شويه ديال الحار السودانيه هذه ديروا على حساب القياس، عندي هنا واحد شويه ديال القزبر معدنوس حتى هو غادي نقردو وغنزيدو هنايا. الحشوه ها هي تشحرات ليا مزيان وطابت، غادي نزيد عليها واحد جوج معالق ديال لا كريم فريش ديال الطياب، وغادي نحركها مزيان ونخليها حتى تلبلب ليا مع الحشوه، حيت هاد لا كريم فريش هي اللي غتخليها لينا مجموعه ومعلكه، ماشي كل حاجه مفركه بوحديتها. وغادي نزيد عليهم فوق منهم واحد شويه ديال الفرماج، وها هي الحشوه واجده. غنطفي عليها وغادي ندوز باش غادي نوريكم شنو غندير للبطاطا. خلاص هاهي البطاطا راها طابت، غنطفي ليها وصافي تا هاد الحشوة غنطفي ليها تا هي وندوز باش نصوبو البطاطا. البطاطا صفيتها، انا غادي نطحنها دابا مزيان وغادي نسمها بشوية ديال التومة غبرة وشويه ديال الزبيده، ما حدها سخونه ضروري ندير لها زبيده باش تقبض فيها، وغادي نجمعوها بصفر ديال البيض، وخصنا ما نخليو فيها حتى شي حبه باينه ديال البطاطا لحقاش غادي ندوزوها في غنديروها في البوشادوي والبوق، انتما غتشوف. وغادي نزيد شويه ديال الابزار، هيا البنات راني طحنتها مزيان ما بقات فيها حتى شي حبه ديال البطاطا. دابا غادي نزيد عليها هذا الصفر ديال البيضه باش هو اللي غادي يجمعها. صافي غنخلطها مزيان وغادي نديرها في لابوشادوي. دابا البنات غادي ندوزو باش غادي نديرو العشيشات ديال البطاطا. استعملت هاد لادوي اللي كيقولوا ليها واحد ام، غادي نشدو نخدمو، غادي نحاولو نديرو القاعده، يعني غادي نديرو هكا ايبي غادي ندورو غير بشويه باش غادي نوسعو باش نديرو القاعده ونزيدو نعرضو. فوالا ايبي دابا غادي نعليو، نعليو غادي نعليو غير من الجنب كتشوفوا البنات، فوالا باش يجينا هنا الوسط
ما عرفتش كتبان لكم ولا لا، باش جينا هنا الوسط الحشوه. غنعاود لكم وحده اخرى، غادي نحاولوا نديروا القاعده، غادي ندوروا ونعرضوا فوالا، وديروهم بالحجم اللي بغيتوا. انا هنايا درتهم شويه شويه كبيبرين، دابا غادي نعلي. شتيو؟ غادي نحاول البنات نديروهم غير شويه صغيرين، نجربوا معكم دابا. نديرو قاعده كيبان، نديرو قاعده غير صغيره. فوالا، ودابا غادي نعلي. سي ميو كوم سا. فوالا، غادي نكملو كاملين هكا بهاد العشيشات المتوسطين، وغادي تنسالي هادو ديالي كاملين، ونتلاقاو في التتمة ديال الوصفة. فوالا، صغرت دوك العشيشات كاملين بالبطاطا اللي عندي. دابا غادي نشد الحشوه وغادي نبدا نديرها هنا في الوسط. انا عمرت العشيشات كاملين البنات، دابا غادي نشعل الفران على 180 درجه يسخن، وغادي ندخلهم غير تحمر ليا البطاطا وغادي نخرجها. هادو هما العشيشات ديال البطاطا من بعد ما خرجوا من الفران. درت لهم شويه ديال الفخوماج وبريزونطيتهم بهذا الشكل، نتمنى انه يعجبكم، ورافقتهم مع واحد الشوربه ديال العدس، شوربه تركيه. ان شاء الله في الفيديو المقبل غادي نديروا لكم. نتمنى ان الفكره ديال اليوم فكره تجيكم سهله وبنينه واقتصاديه، وتجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير، وديروا لي دي لايك وتبارطاجيو لاشين، وما تنساوش تتابعوني في الانستغرام. انا غنخلي لكم الاسم ديال الصفحة ديالي. سيغ سو غادي نقول لكم فين غادي نلقاكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. الى اللقاء.